المذاب المذاب اللي موجود عندي داخل المذاب المحلول. عندي طريقتين اتنين بقدر احسب بيهم كمية المذاب. لو انا سألتكم انا عندي كمية قد ايه مثلا، يعني زي المحلول اللي احنا استخدمناه دلوقتي اللي هو عبارة عن ماء كمذيب وسكر مذاب كمذاب، جيت انا هنا وقلت لك لو سمحت احسب لي تركيز المحلول. تركيز المحلول هيتحسب على اساس كمية السكر اللي موجودة في المذيب، تمام؟ كمية السكر دي اقدر احسبها بطريقتين اتنين. ممكن اقول ان انا عندي كتلة السكر بتساوي مثلا 10 جرام، صح؟ دي اول ايوه طريقة بقدر اعرفها عن طريق الكتلة. وحدة قياس الكتلة ايه يا شطار؟ الجرام الجرام. كيلو جرام، او تمام. كيلوغرام. والطريقة التانية إن أنا بتعامل مع مواد كيميائية، وزي ما اتفقنا قبل كده إن المواد الكيميائية بتعامل معاها عن طريق المول. سمعتوا الكلمة دي قبل كده؟ لا المول أو لا عدد المولات؟ لا. لا نعرف بقى جت منين مول أو عدد مولات. أنا دلوقتي لما بتعامل في الطبيعة، يعني مثلا لما بروح أشتري أي حاجة من سوبر ماركت مثلا، بطلب إيه؟ عبوة أو 1 كيلو أو 1 لتر، تمام؟ المواد الكيميائية بتكون مواد شديدة النشاط والتعامل معاها بيكون بحذر، فعشان كده ما اقدرش اشتغل معاها بالجرام او بالكيلو جرام. يعني انا مثلا مش هدخل المعمل اقول لو سمحت انا محتاج نص كيلو جرام صوديوم. انا ممكن بعد كده ابقى ابعت لكم فيديوهات اصلا عن تفاعل الصوديوم، ان الصوديوم ال1 جرام منه بيعمل فرقعة، متخيلين؟ فعشان احنا نشتغل ونقدر نقوم بالتجربة بتاعتنا التجربة بأمن بتاعتنا وأمان، بستخدم كميات قليلة جدا. يبقى معنى كده إن الكتلة إن أنا أحسبها بالجرام هيبقى صعب بالنسبة لي، صح ولا لأ؟ معايا؟ نعم يس. تمام. طيب يبقى احنا اتفقنا مش هنستخدم الكتلة، أمال هنستخدم إيه؟ هنستخدم حاجة اسمها مول. جه منين كلمة مول ده؟ كلمة مول أصلها موليكيول، والموليكيول ده اللي هو الجزيء، اللي هو مين؟ الجزيء الجزء. مش احنا قلنا ان العنصر المادة النقية اللي موجودة عندي عبارة عن ترابط من مجموعة من الذرات، وان مجموعة من ايوه الذرات ببعضهم بيكونوا لي جزيئات، يبقى انا بتعامل مع جزيئات المادة، صح؟ ايوه تمام. فبدل ما هاخد الكتلة اللي عندي أو الحجم اللي أنا محتاجه عن طريق الكتلة والوزن، لا، أنا هاخدها على أساس حساب عدد الجزيئات. فأنا مثلا هستخدم 2 جزيء من الصوديوم، 4 جزيء من الكلور، 5 جزيئات من الأكسجين، تمام؟ تمام. طيب دي اللي هي اسمها إيه أصلا؟ موليكيول. أخدنا اختصار منها أول جزئية اللي هو مين؟ مول. مول وعلى أساسها إن ال1 جزيء هو عبارة عن الكمية أو الكتلة اللي موجودة في 1 جرام من المادة دي، تمام؟ على أساسها بحسب عدد المولات كده. طيب إزاي أقدر أحسب مول وأحسب عدد مولات؟ ما أنا برضو لسه ما فهمتش أربطهم إزاي ببعض. لما شفنا الجدول الدوري لقينا موجود مثلا عنصر زي الصوديوم موجود حواليه 3 أرقام، تحت من هنا عدد ذري، فوق من هنا عدد كتلي، وفي الجنب هنا على الشمال موجود عدد ايه؟ على اليمين عدد مين؟ النيترونات. ماليش علاقة لا بالعدد الذري ولا بعدد النيترونات. تعالوا على العدد الكتلي. العدد الكتلي ده كان عبارة عن ايه؟ مجموع أعداد البروتونات والنيترونات الموجودة داخل نواة الذرة، صح؟ ايوه تمام. ايوه البروتونات والنيترونات هي اللي موجودة في النواة، والنواة هي المسؤولة عن كتلة الذرة. احنا قلنا بتتركز معظم كتلة الذرة في النواة، تمام؟ تمام. يبقى انا لو عاوزة احسب كتلة الذرة دي هتعامل مع عددها الذري ولا مع عددها الكتلي؟ ما عددها كتلي. الكتلي. مع عددها الكتلي. يبقى انا بربط العدد الكتلي بعدد المولات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عايزة أحسب عدد مولات أي مادة بشوف عندي كتلة المادة اللي موجودة دي على الكتلة الجزيئية منها. الكتلة الجزيئية دي اللي هي مين؟ كتلة الجزيء اللي هي عبارة عن العدد الكتلي له. فلو طبقنا الكلام ده على الصوديوم N11
23، قلت لك ان انا موجود عندي منه 5 جرام وعاوز احسب له عدد المولات، يبقى نطبق القانون، الكتلة على الكتلة المولية، الكتلة انا اديتها لك بكام؟ 5 خمسة 5 جرام، خمسة، وكتلته المولية كام؟ 23. 23. يبقى انا كده حولت الكتلة، بدل ما هشتغل بالجرام هشتغل بإيه؟ بالمولات. بالمولات. سهلة؟ أيوة تمام. طيب لو حبيت اطبق الكلام ده على جزيء اكبر شويه او مركب، يعني بدل ما كنت بتعامل مع الصوديوم هتعامل مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، ممكن احسب له عدد مولات؟ ايوه، عن طريق عدد الكتلي. ايوه، ازاي؟ ما انا عندي العدد الكتلي للصوديوم ب 23، والعدد الكتلي للاكسجين الأكسجين ب 16، والعدد الكتلي للهيدروجين بواحد، صح؟ واحد. أيوة تمام. عشان احسب له الكتلة المولية بتاعته بجمع الكتل دي كلها مع بعض. أربعين أربعين برافو، ممتازة. عندي قد ايه صوديوم؟ 23 لا، 23 قد ايه عدد ذرات وعدد جزيئات اللي موجودة واحدة. هنا في الجزيء ده؟ واحدة بس، صح؟ أيوة واحدة. واحدة في الواحدة اصلا بكام؟ 23. 23 23، ممتازين. يبقى انا كده خلصت الصوديوم، اقفل القوس. زائد عند قد ايه اكسجين؟ واحد واحد. الواحدة منه بكام؟ 16 16. 16 اكمل. زائد برضو الهيدروجين عندي منه كام؟ واحد واحد. واحد واحد. ضرب والواحدة واحد منه بكام؟ بواحد. واحد واحد ضرب واحد، واحد يطلع لي الناتج كام؟ 40 أربعين. جرام لكل مول. تمام؟ اقدر استخدم الكتلة دي مع كتلة معينة انا بديها لك اللي هي بالجرامات علشان اقدر احولها لايه؟ لمولات، عن طريق حساب عدد المولات. طيب هقولها تاني، لو عاوز احسب عدد المولات يبقى عدد المولات بيساوي ايه؟ عدد الكتلي لا، كتلة المادة على الكتلة المولية. نسجلها عندنا، عدد المولات بيساوي ايه؟ كتلة المادة على الكتلة المولية. خدوا بالكم القانون ده هنستخدمه أصلا في حساب التركيز، ولا نسيتوا احنا بنتكلم عن إيه؟ يبقى بداية الدرس احنا بنتكلم عن حساب التركيز، وقلت إن أنا عندي طريقتين اتنين لحساب التركيز، ممكن أحسب تركيز مادة المذابة عن طريق كتلتها اللي بالجرام، أو أحسبها عن طريق عدد المولات، صح؟ أيوة بالجرام. يبقى اتفقنا ان انا هشتغل بالكتله، وحده قياس الكتله جرام، وهناخد القانون بتاعها دلوقتي. بالمولات يبقى انا هشتغل بعدد المولات، ووحده قياس عدد المولات مول. تمام، هي من اسمها عدد مولات، يبقى لو 5 5 مول، 10 10 مول، وهكذا. سهله يا حلوين. أيوة أيوة. طيب اعيد فيها اي جزئيه؟ لا أستاذ فهمناها. تمام، الحمد لله. نكمل كلامنا عن المحلول. أنا جيت يا مس بقى في مسألة ولقيته بيقول لي أحسب التركيز، ولقيته مديلي كتلة، إحنا الوقت هنشتغل على الكتلة الأول، تمام؟ مديلي كتلة المذاب ومديلي كتلة المذيب. طيب أنا أستخدم مين فيهم في حساب التركيز؟ إحنا اتفقنا بنستخدم مين؟ المذاب. مذاب المذاب تركيز المحلول بيعتمد على تغير كمية المذاب وليس المذيب، فلو جه في مسألة عشان يلخبطني مديلي كتلتين اتنين، مديلي كتلة المذاب وكتلة المذيب، أنا ماليش علاقة بكتلة المذيب. يعني لو السؤال مالتي تشوز عندي اختيارات قدامي A و B و C و D، هتلاقي من ضمن الاختيارات أصلا الحساب عن طريق كتلة مين؟ المذيب. يعني اللي بيوضع السؤال ده عامل حسابه ان انت ممكن تشتغل غلط، وكاتب قدام الاجابه الغلط، اشتغلها ولا انا فاهم؟ فاهم فاهم. عارف ان التركيز بيتحسب عن طريق كتله مين؟ المذاب المذاب وليس المذيب. يلا المذيب ناخد القانون بتاعه بقى يا ابطال. التركيز عندي بيساوي طبعا التركيز لمين؟ للمذاب. المذاب تمام، التركيز بيساوي كتلة المذاب على حجم المحلول. يبقى احنا هنا بنتكلم بنحسب التركيز عن طريق الكتلة، الكتلة اللي هي بإيه؟ بالجرام. مولات. ايوه الكتلة
جرام، الكتلة جرام، يبقى التركيز بيساوي كتلة المذاب على حجم المحلول. تاني، التركيز بيساوي مين على مين؟ كتلة المذاب على حجم المحلول. طيب تعالوا نشتغل الأول وحدات القياس. التركيز هنحسبه في الآخر. الكتلة احنا قلنا بوحدة قياسها ايه؟ الجرام. الجرام، برافو. طب حجم المحلول لتر. باللتر، حجم المحلول باللتر، يبقى التركيز وحدة قياسه جرام على اللتر. لتر. جرام على ايه؟ على لتر. يبقى وحدة قياس التركيز لو انا بحسبه عن طريق الكتلة جرام على اللتر، او جرام لكل لتر، وممكن الاقيها مكتوبة اختصارا كده جي ال، جرام لكل لتر. تمام يا أبطال، تمام. نعم استاذ. ناخد مثال. ايوه يلا، لو أنا موجود عندي كمية من هيدروكسيد النحاس، تمام، عملت منه محلول مائي، كان حجم المحلول ده الفي اللي هو الفوليوم، الحجم 25 من 100 لتر، وكانت كتلة هيدروكسيد النحاس 3 من 10 جرام. أقدر أحسب التركيز؟ أيوة تمام، التركيز عن طريق الكتلة. القانون بيقول لي إيه؟ كتلة المذاب بالجرام على حجم المحلول باللتر. وركزوا في وحدات القياس، لأن لو أنا جبت لك الكتلة بأي حاجة تانية بخلاف الجرام، يعني لو مثلا جبته بالكيلو جرام يبقى لازم أنا أحوله لإيه؟ للجرام. لو أنا جايبة الحجم بتاع المحلول بالملي لتر يبقى لازم أنا أحوله للتر. تمام؟ تمام. تمام. يبقى تاني، التركيز عبارة عن كتلة المذاب على حجم المحلول. كتلة المذاب كام يا شباب؟ 3 من 10 جرام. تمام. وحجم المحلول؟ 25%. 25%. يبقى انا اقسم الاثنين مع بعض والناتج يكون بالجرام على اللتر، يبقى احنا كده حسبنا التركيز. سهلة؟ سهلة. أيوة سهلة. تمام، انتوا اللي هتحلوا السؤال اللي جاي وهيكون في اختلاف. السؤال اللي بعده، انا بقول لك ان تركيز كربونات الصوديوم في المحلول عبارة عن 3.4 جرام لكل لتر، وحجم المحلول وليكن مثلا 4.2 لتر، فما كتلة المذاب؟ نقدر نحسبها؟ بصوا معايا، أي قانون سواء كان في الرياضيات أو في الكيمياء أو في الفيزياء، القانون ده بيتكون من 3 أجزاء زي أضلاع المثلث كده، 3 أضلاع. لو عندي حاجتين اتنين أقدر أجيب التالتة. تمام؟ لو عندي حاجتين أقدر أجيب التالتة، أجيبها إزاي؟ إيه القانون اللي يجمع التركيز بالحجم بكتلة المذاب؟ قانون مين؟ التركيز، قانون مين؟ التركيز، التركيز، التركيز بيساوي إيه؟ كتلة المذاب على حجم المحلول. برافو، كتلة المذاب على حجم المحلول. كتلة المذاب موجودة عندي ولا أنا محتاجاها؟ محتاجاها. محتاجاها. موجود عند التركيز موجود. والحجم. موجود. موجود. يبقى لو ضربنا التركيز في الحجم يطلع لي مين؟ الكتلة. كتلة المذاب. تمام؟ كتلة. أيوة. في أي شيء مش مفهوم في المثال ده؟ لا لا تمام. ناخد كمان مثال.
أنا طلبت في السؤال تحديد حجم المحلول بالملي لتر إذا كان تركيزه 4 من 10 جرام لكل لتر، وكتلة المذاب 9.4 جرام. أقدر أحسبها؟ نرجع تاني لاتفاقنا، أنا عندي ايوه القانون نقدر. زي أضلاع المثلث 3، موجود عندي الكتلة وموجود عندي التركيز، أقدر أحسب الحجم؟ ايوه إزاي بقى؟ راح لو نقسم، 9.4 × 10 برافو، الحجم هيكون الكتلة على التركيز، الحجم على هيكون إيه؟ التركيز، على التركيز. الكتلة على التركيز، تمام. موجود عند الكتلة 9.4، موجود عند التركيز 4/10. طب الناتج هيكون باللتر ولا بالملي لتر؟ باللتر. أنا باللتر، طلبت إيه في السؤال؟ ملي لتر. بالملي لتر. بنقدر نحول؟ ايوه تمام، من نعم. ملي لتر للتر أحولها إزاي؟ تقسيم. تقسيم 1000 برافو، نقسم ممتازين، على 1000. برافو ممتازين. ولو جيت العكس، لو جيت في السؤال واديت لك الحجم بالملي لتر ومحتاجاه عشان أعوض في القانون باللتر، يبقى عشان ضرب أحول بالملي ضرب لتر ألف ضرب إيه؟ ضرب ضرب ألف ألف. ضرب على ألف. سهلة؟ أيوة نعم. آه تمام، يبقى إحنا كده أخدنا طريقتين، اتنين لحساب التركيز، الطريقة الأولى الحساب عن طريق الكتلة، الطريقة التانية وتقريبا احنا وضحنا معظمها اللي هو الحساب عن طريق مين لو فاكرين؟ يلا مين فاكرها ويقول لي؟ عدد، كان اسمه عدد عدد، المولات. برافو ممتازين، عدد المولات اللي احنا اتفقنا عدد المولات ده أصلا بنحسبه إزاي؟ كتلة المادة على كتلة المول منها، ليه؟ تمام؟ تمام. تمام، طيب قانون التركيز، يبقى دي الخطوة التانية أو الطريقة التانية اللي أقدر أحسب بيها التركيز. بحسب التركيز إزاي؟ بقول التركيز بيساوي، تركيز هنا لو عن طريق مين؟ عدد المولات. هقول له هيساوي إيه بقى؟ عدد مولات، مولات مين برضه؟ إحنا بنتكلم عن مين؟ عن المذاب. عدد مولات مين؟ المذاب المذاب نفس الفكرة، يجي لي في المسألة ويلخبطني، يقول لي إذا كان عدد مولات المذيب وعدد مولات المذاب وعايز نحسب تركيز، أستخدم أنهي عدد مولات فيهم؟ المذاب المذاب، ممتازين، المذاب على حجم المحلول باللتر. تاني، التركيز عن طريق عدد المولات، بقول عدد المولات على حجم المحلول باللتر. طب يا ترى فيه هنا وحدة قياس؟ أكيد. طيب عدد المولات احنا قلنا وحدة قياسها إيه؟ جرام. مول، برافو. والحجم لتر لتر، يبقى التركيز هنا هيكون مول على اللتر اللي احنا بنختصرها وبنقول إيه؟ مولر، بنقولها إيه؟ مولر، تمام؟ مولار. أو ممكن نقولها مول لكل لتر. سهلة؟ نعم. أخدنا دلوقتي 2 وحدات قياس للتركيز، مين أشطر حد مركز من أول الحصة ويقولهم لي؟ عيد السؤال أستاذ. عيد أستاذ السؤال. حاضر، هعيد السؤال. دلوقتي أنا عاوزة 2 وحدات قياس مختلفين للتركيز، أخدنا 2 دلوقتي، إيه هما؟ وحدة القياس الأولى كانت إيه؟ مولد برافو، مول لتر، دي أخدناها دلوقتي، مول لكل لتر. طب والتانية؟ مول إلى جرام. مول لا التانية ملهاش علاقة بالمول، التانية كانت مول كتلة، والكتلة بالإيه؟ جرام لتر. بجرام. جرام جرام لكل ملي لتر. جرام. جرام ملي لتر. جرام لكل لتر، ممتازين. سهلة يا أبطال؟ نعم. نعم. يلا.
نشتغل بقى شوية مسائل على عدد المولات. احسب التركيز. إذا كان عدد مولات المذاب 5 مول وحجم المحلول 10 لتر، أقدر أحسب التركيز؟ Recording in progress. 10 لتر، أقدر أحسب التركيز؟ نعم. إزاي؟ 2 مول لتر. التركيز بيساوي، دايما اردد القانون في الاول اول ما باخده لحد ما احفظه واتمكن منه. التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم المحلول. هو قدامي عدد المولات كام؟ نظر 5 مول. 5 مول. حجم المحلول قلت 10 لتر. 5 على 10 بيساوي نص، هيبقى نص ايه بقى؟ 5 من 10. مشاي شاي شاي تورب شاي. نعم، في سؤال؟ لا استاذ ما فهم. مش فاهمها، نقولها تاني. تعالوا نقولها تاني. ماشي شباب، مركزين معايا وسامعيني كويس؟ ايوه يلا هنقولها كمان مرة. أنا هنا بحسب التركيز، مديني في المسألة عدد المولات ومديني حجم المحلول. إيه القانون اللي يجمع التركيز بعدد المولات بحجم المحلول؟ التركيز يساوي بيساوي عدد المولات المولات على على حجم حجم المحلول. المحلول. سهلة كده؟ نعم. عدد المولات كام؟ 5. 5. وحجم المحلول كام؟ 10. 10. يبقى عندي 5 على 10 بتساوي ايه؟ نص. نص ايه بقى؟ نص مولر او نص مول لكل لتر. الاتنين صح، بس الاشهر مولر. تمام؟ ايوه لسه حد مش فاهمها؟ فهمت. لا ندي كمان مثال عليها. لو أنا عندي عدد المولات بيساوي 2 مول، وعندي حجم المحلول، وبرضه خلينا متفقين عدد مولات مين؟ المذاب. تمام. مذاب حجم المحلول 4 لتر، محتاجة أحسب التركيز. قانون التركيز إيه يا شباب؟ عدد المولات عدد المولات على حجم المولات المحلول. على حجم المحلول. ممتازين. يعني كام على كام؟ 2 على 4 يعطيني نص على مول 2 على 4. على 4. ما شاء الله، كلكم دكاترة ومهندسين ما شاء الله. 2 على 4 بيساوي نص. نص ايه بقى؟ مولر. نص مولر. مولر. برافو، ممتازين. هصعب السؤال شوية وهطلب أنا عدد المولات، بس أنا في الحالة دي هدي لك في المسألة التركيز هو اللي موجود عندي بنص مولر. تمام. وموجود برضو عندي حجم المحلول ب5 لتر، أقدر أحسبها؟ يسوي نص ضرب نعم. 3 لتر بيعطينا عدد المولات. برافو. نضرب التركيز في حجم المحلول. المحلول اتفقنا أضلاع المثلث عندي موجودة، موجود عندي هنا فوق عدد المولات، موجود هنا التركيز، موجود هنا حجم المحلول. أنا طلبت مين؟ عدد المولات. يبقى عدد المولات بيساوي ضرب التركيز في حجم المحلول. محلول. سهلة؟ محلول. نعم. تمام. أخيري. نضرب نص في 5 يكون بيساوي كام؟ 2 ونص. طب الناتج 2 ونص ايه يا شباب؟ 2 ونص مول لتر. لا، انا هنا بسأل على عدد مولات، يبقى 2 ونص ايه؟ مول. مول. عامل وقت من هواي وقت. زين حلو غلب.
أصلاً نص أنا ملح. وصل شوي شوي. محمد خايف زين. يعني عم تعايف وصف لمن خافية خاص عزوين خايا بيتيا اللي عم تعايف أما أول وصف لمن سلاي خايا اسمه ثاني ميديا. طيب في حاجة صعبة في الجزئية اللي أنا شرحتها؟ لا 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 صعبة. أو حد عنده سؤال فيها؟ لا. تمام برافو عليكم، كنتم ممتازين جدا النهاردة، إن شاء الله أشوفكم على خير في حصة تانية، مع السلامة. مشكورة أستاذة واجد، شكرا. سلامة حبيبتي، بالتوفيق يا رب دايما. بالتوفيق حبيبي.